وترشمس إذا تذعت عيونك في النهار تخرج ذات الشمال فليكن من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم فرجا وهي وقود ونقلب ذات اليمين وذات الشمال وكلهم باسط ذراعيه بالوصمير لو اطلعت عليهم لوليت من غيرهم لوليت فيهم فرارا وملكا مرورا وكذلك عثرنا عليهم وكذلك بعثنا ليؤمنوا وكذلك عثرنا عليهم وكذلك عثرنا عليهم وكذلك عثرنا عليهم وكذلك عثرنا عليهم وكذلك عثرنا وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قالوا قائلا منهم كان يسرا قالوا لبثنا يوما او بعد يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فوعدوا وعدكم بريحكم هذه الى المدينه هل ينظر ايها ازكى قوما فلياتكم برزق منه وليتلفه ولا يشعرن بكم احدا إنهم يذهبوا عليكم يرجموكم أو يعودوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لا يأخذ بما كسبوا لعجل لهم عذابا لهم موعود لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه أبر حتى كذلك بعثناه ليتساءلوا بينه قال قائل كم لبثوا قالوا لبثنا يوما او بعد يوم قالوا ربكم اعلم بنا قال الوزير غلبوا على امرهم فنتخذن عليهم مسجدا فيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون متى هم ويقولون سوة وسامهم قل نجم على مدة ما يعلم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستغفر فيهم منهم أهدا ولا تقولن لشاعر إني فاعل ذلك أدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدني ربي ليقرب مني أهدني رشدا ولم يزر من تعظيم تواصيا في سنين وسعر تسعى قل إن أول الذين لم يسلم غير السماوات والأرض يأتي به وأسير ما لم يؤمن
ولو تقول من شأنه فعلا ذلك غدا إلا أن يشاء الله يكون ربك يا رسول الله قل عسى أن يهدي الأهدين يقرب من هذا رشدا ولم يكن الكافر 300 سنين وازدادوا تسعا قل إن أوله بما له غير السماوات والأرض يغفر به وأصلي ما لم يجعل به وليا ولا يشرك به أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا يبدل كلماته ولن تجد من دونه ملحدا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا إن جعلنا لمهلكهم موعدا ولبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا تسعا قل إنه ما لهم من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موئلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة ولا تعد عينك أن تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواك وكان أمره كفرا وقل ما يقل ربكم فمن شاء فليأمر إلا أن تتبع للظالمين الآيات إلا تتبع للكافرين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجههم ولا تعد عينك أن تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل يا قل ربكم فمن شاء فليكفر إنا أعتدنا وقل إن يقول ربك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أعتدنا سرادقا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشربون بئس الشراب وساءت مرتفقا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وقال لسعده ويحاجر أنا أكثر منك مالا وعز نفرا ودخل جنته وظالم لنفسه قال ما ظن تبيت هذه أبدا وما ظن الساعة قائمة ولن قلت إلى ربي لجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولما دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله انتهى لقلنا منك ولو ولده فصار ربي أن يؤثر خيرا من جنتك ويرسل علي أسلاما من السماء وتسوي سعيدا سلقا أو يسويها مرؤها قولا ولن تستطيع له طلبا وأنت بسمعي واسمعي قل كفي على ما أن خير خالية على أمشيا ويقول يا ليتني لو أشرك بربي أحدا
ولم تكن لهم فئة ينصرون من دون الله ومن كان منتصرا هنالك الولاية لله لكن خير ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال ترى الأرض بارزة وشامه المقابر منهم عهدا وامروا على ربك حسنا خليكم ما كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لم نجد لكم موعدا وإذ قال موسى لقومه أبلغ حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا ولما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا ولما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقد أمل سبأنا أرجان سبا قال أرجان فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا قال إذا كان أذكره قال ريت ذوينا إلى السواد وإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى نتبع قال أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع من يسرا وكيف تصبر على ما لم تؤت به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا وما أعصي لك أمرا قال وإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا لقيا حتى إذا هو ركبا في السفينة خلقها قال خلقها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا قال ألم أقل إنك لن تستطيع من يسرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تريقني من أمري